تعد حرية التعبير إحدى الركائز الأهم لأهداف الصحافة، فالصحافة تمنح الناس الحق في حرية التعبير عن الرأي، وتعبر عن العامة والخاصة من الناس في المجتمع، حيث تعد صوت من لا صوت له، وتوفر الصحافة للناس معلومات وتقارير كافية عما يدور حولهم في العالم. في ذكرى تأسيسها 173 تحتفل الصحافة السريانية بأول عدد صدر من جريدة زهرير البهرة في إيران، والتي تعني باللغة السريانية أشعة النور، والتي كانت وتيرة إصدارها بعدد شهري بعد انتشار صيتها وازدياد عدد مريديها لتصبح نصف شهري وبأربع صفحات، حيث كانت تلك الجريدة تعمل بمستوى عالمي ومحلي، متضمنة في طبعتها الأدب والجغرافيا إلى جانب نشرها التعاليم الدينية والتبشيرية بالدين المسيحي. لصباح الخير يا عراق، عباس العلوي.